مساءكم سعيد مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج البلاد اليوم. بعد ما حدث في الساحة الوطنية من تراشقات وتهديدات وتحديات بين جميع التيارات بسبب تصريحات رئيسة حزب في الجزائر حول قضية اللغة الأمازيغية، هل يمكن اليوم بعد كل هذا أن نقول بأننا في الجزائر نعيب العيب والعيب فينا؟ لماذا دائما عندما نكون أمام نقاشات حول قضايا جوهرية وقضايا مهمة وطنية نكون على موعد مع مرحلة نقاشات بيزنطية يرفض كل منا الطرف الآخر؟ لماذا في دول عربية تعيش عشرات الطوائف بتعايش عادي وانسجام تام؟ لماذا في الغرب؟ لماذا في فرنسا مثلا، في سويسرا آلاف الأعياد الوطنية يوميا والجميع يعيش ويقبل الطرف الآخر؟ هل تخبئ مشكلة اللغة أو تخبئ اللغة الأمازيغية في الجزائر صراعات خفية إيديولوجية عقائدية متعمقة متغلغلة في المجتمع الجزائري، وبالتالي فضحتها مشكلة اللغة الأمازيغية؟ وهل تحولت اللغة الأمازيغية إلى مشكلة؟ أين البرلمان من كل هذه التطورات بعدما كنا ننتظر أن يلعب البرلمان دوره في حل وتسوية هذه المشاكل؟ وجدنا أنفسنا أمام مشاكل يفتعلها بعض نواب البرلمان. نعيمة صالحي برلمانية، البرلمانية زيدان التي تتكلم عن تليطون وتتكلم عن أمور أخرى لم يفهمها ولم يستوعبها الشعب الجزائري. نتكلم عن تنسيقية وهمية من النائب بهاء الدين طليبة والتي خلقت جدلا كبيرا. نتكلم عن برلمان سبيسيفيك، أين البرلمان من كل هذا؟ في هذه الحلقة أسعد باستضافة السيد مصطفى معزوزي الإعلامي. مساءك سعيد سيدي. مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين وشكرا للدعوة. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، كما أسعد كذلك باستضافة السيد نور الدين ختال الإعلامي للحديث حول هذه القضايا. مساءك سعيد سيدي. مساء الخير، السلام عليكم. شكرا جزيلا. قول الزلف الأول، زيد قول الزلف الأول. شكرا جزيلا. سي مصطفى معزوزي، بداية حتى نقوم بخطوة مدخلية إلى هذه المواضيع كلها، تتابعت تصريحات السيدة نعيمة صالحي وتابعت تصريحات مفكرين وفنانين آخرين ردوا على السيدة نعيمة صالحي، كيف تابعت الطرفين؟ أولا معليش، تفضل. أنا تعرفني، نعم. أنا جو سوي فرون، أنا ولا غيره كان ماشي احتراما للقناة. شكرا. ولشخصك. شكرا. من شخصك. شكرا. ما نديرش حوار مع سي نور الدين، قدامي يقولها له فاس فاس. ما نديرش حوار، ما نديرش حوار معاه، لأنه ما نقدرش نحترم واحد اللي يسب مولود معمري، هو حر يسب على روحه، رانا في الديمقراطية، ما نقدرش نحترم واحد اللي يسب مولود معمري. مولود معمري والناس معطوب الله يرحمهم. الله يرحمهم. سوسيتي اون دي، هذه هي الديمقراطية اللي راهي في الجزائر. اوني طوبليجي نتعايشوا. فهمتني؟ نعم. هو يقول حوايج ماشي ملاح، بيتيتر يتقبلوهم البعض. حتى انت تقول حوايج ما يتقبلوهمش البعض. ماشي هذا لب الموضوع. انا يعني درت برك بريسيزيون باسكو دي فوا دي فوا انت ديمقراطي. تقدر تريزيستي ان سيرتان بوان، ومن بعد ما تقدرش تريزيستي. سي نور الدين بيتيت ما نقدرش نتحمل واش يقول. فهمتني؟ دونك جو بريفير ما نديرش معاه حوار. فهمتني؟ لكن هذا ماشي كشخص، لابد ان نتقبل الافكار السياسه تاعو. الاشخاص الاشخاص ما فيش مشكل. تفضل. تولي الكارثه هذه تاع نعيمه صالحي، يعني والله العظيم انا نقول لك اليوم رانا نتحملوا اخطاء السلطه، لان كنا نقولوا، انا كنت من بعض المواطنين، ماشي الاحزاب ولا النشطاء السياسيين اللي كانوا يقولوا بلي المشكل في الجزائر مشكل هويه. الناس ما خضتش بعين الاعتبار هذا المشكل العويص كما يقولوا. لو بروبليم اون الجيري افون كي سوا بوليتيك اللي دابور ايدونتيتير. واعر عليك نتايا ياك كجزائري ما تعرفش الهويه تاعك. حنا لا كيسيون لي كي ميريت ديتر بوزي، السؤال اللي لازم كنا يطرح. لازم نطرحوه في كل مناسبة. من نكون نحن كجزائريين؟ من نكون سي سمح لي من نكون؟ أنا اليوم نفتخر باللي أنا جزائري. علاش؟ حنا باسكو اليوم صححنا وضع تاريخي مزيف. صححنا وضع تاريخي مزيف. كل السلطات اللي حكموا البلاد من 62 الآن كانوا يقولوا لنا الجزائر بلد عربية.
وحنا الامازيغ يعني محاونا من الخريطه كما يقولون محاونا. اليوم تم ترسيم الامازيغيه، تم ترسيم الامازيغيه، وانت في بالك سي يوسف هل يكون سهل للجزائريين اللي كنت تقول لهم صافي 54 كنت تقول لهم انتم عرب، واليوم تقول لهم لا انتم ماشي عرب، اليوم انتم اصول تاعكم امازيغ. هذا يعني هذا النقاش الحاصل اليوم هو طبيعي عادي؟ بيان سور طبيعي. نقول لك بعد هذا الانتقال لا بصح لا ماشي هكذا. انا كيما تقبلنا اخواتنا العرب، حنا قلت لك في منطقه القبائل تبنينا العربيه، تبنينا الاسلام، وواحد ما يقدر يعطينا الدرس اليوم في الاسلام. كاين مشايخ الاسلام في منطقه القبائل. بارك الله فيك. الشيخ ابو عبد السلام. وحنا حنا كنا نقراو كنا نقراو العربيه. اسكو كاش نهار سمعت بليك منطقه القبائل بويكوتاو؟ قلنا لولادنا حنايا كيما تقول نعيمه صالحي، انا وكنسمع بنتي تقرا القبائليه نقتلها. حنا اسكو سمعت هذه؟ قرينا وين خرجنا حنا؟ ايت منقلات قالها السي مصطفى معزوزي، قال انا ما نتعلمش اللغه العربيه. ايت منقلات قالها باسكو الامازيغيه ما كانتش رسميه. قالها اليوم مش ممكن يقولها؟ مش ممكن يقولها باسكو واحد ديمقراطي لازم عليه يتقبل ثوابت الامه الثلاث، هم العربيه الاسلام والامازيغيه. بصح حنا كديمقراطيين لازم نحترموا الاقليات. واضح. كاين اقليات انا في الجزائر، فهمتني؟ دونك مع تصحيح الوضع التاريخي المزيف، اوليو ليليت يعني النخبه لازم عليها تاخذ المساله هذه بمحمل جد، ونفتحوا نقاشات. تبتعد عن الاحزاب السياسيه. واضح. نفتحوا نقاشات. واضح. انا بار اكزومبل نفتح نقاش على كيف تكتب الامازيغيه. هذا موضوع. ماشي السياسيين، ماشي السياسي اللي يقول لك انا نكتبها باللغه العربيه بالحروف اللاتينيه. يعني انت تقصد انه تدخل ولا بتفينار. سي معزوزي تقصد انه تدخل دخول السياسيين على محور الامازيغيه هو الذي افسد القضيه. افسدها. واضح. وراه ليكزومبل تاع نعيمه صالحي. واضح. سيد نور الدين ختال، ما قولك؟ السي مصطفى معزوزي يقول بان ما نعيشه اليوم من نقاشات هو طبيعي جدا بعد التطورات الحاصله في ملف الامازيغيه وبعد دستارتها من طرف رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه، اصبحت هذه اللغه امازيغيه ورسمنا كذلك يناير. ما يحدث اليوم هو امر طبيعي نظرا لهذا الانتقال، ويقول كذلك بان دخول السياسيين في الجزائر على هذا المحور هو الذي افسد القضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكرك ونشكر السي معزوزي. بالنسبه فقط ملاحظه تشكيليه ثم نروح للملاحظه الموضوعيه. بالنسبه اولا لما تكلمت ضربت مثال بفرنسا، فرنسا لديها وحده لغويه. فرنسا لديها وحده لغويه رغم اختلاف اللهجات مختلفه، رغم اختلاف اللهجات، لكن اللغه الرسميه في فرنسا مثلا هي الفرنسية. في سويسرا هنالك لغتين. طيب خلينا نكمل لك. فرنسا تنادي الى العلمانيه في الدين بينما لا تنادي الى العلمانيه في اللغه. طيب نقطة ثانية فيما تكلمت بالنسبة للبرلمان، تكلمت على سيدة نعيمة صالحي، أيضا كنت نسيت قبلها الفتنة اللي داروها جماعة حزب العمال شهر ديسمبر. كذلك نعم. نعم. فتنة طيب. كبيرة داروها. فتنة كبيرة داروها جماعة حزب العمال. النايب نادية شويتم وما أثارت من جدل. صح. نرجعوا للسي معزوزي. السي معزوزي واش قال لك؟ قال لك ما يتحاورش معايا. شوف السي معزوزي، أنا بزاف ناس ما يحبوش يجيو معايا الحوار لسبب بسيط. أنا الحاجة قبل ما نروح قبل أي بلاطو تلفزيوني نحضر، أنا جاي معايا هذه وحدة. ثانيا الكلام اللي هضرته على مولود معمري مازلت عليه، واللي قلته على معطوب والناس قلت 1%، لانه كان ننشر الفيديوهات اللي ترجمتها تاع معطوب والناس ونحطها للناس حتى تبدل النظره تاعهم. حطيت فيديو واحد شافوه 500,000 عبد في القناه تاعي وفي فقره واحده اخرى. مليون عبد. براحتهم براحتهم. بصح انا واش يهمني؟ لا نمشي للفيديو تاع شيشنق. نو حطيت فيديو تاع معطوب. معطوب واش هضرت؟ ترجمت برك ما درت والو. وانت درك سمح لي يا خليك بالك الفكره. لا باسكو على شاشناق نجاوبك وما نخليكش ما نخليكش بالك لاول مره نكون متعصب كيما انت. انت ولا ما صدقش ليستوار تاع شاشناق انت ما تقدرش تصدق باللي باباك هو باباك. معليش دقيقه. سي كراف ولا غير سي كراف. شوف باسكو انت لازم نروحوا الى نقطه اخرى. لا والله غنقولها ولا باسكو نور الدين فتح نقطه. انا هذا وكان يديروا له لا ديان ما يقدرش يعيش في الجزائر. معليش دقيقه. شوف مصطفى معزوزي، ما كان حتى واحد لا انت ولا غيرك يقدر يحاورني في قضيه تاع شيشناق. لسبب انه شيشناق هي خرافه انتم امنتوا بها. لا خرافه هو العباد كيما انت. اسمعني هي خرافه امنتوا بها كنتوا تحلموا بها عملكم صح ومن بعد بانت بلي ماشي صح. معليش دقيقه. شوف مصطفى معزوزي وكان نفتحوا موضوع شيشناق 1 2 3 4 سواء فيما يتعلق بتاريخ الميلاد تاريخ الوفاه والامور اللي دارها واحد، سواء فيما يتعلق بما يقال. نعود الى اللغه الامازيغيه. خلاص نرد ختال لانه صباح نستغني في وقتنا فيها. معليش باش برك نكملوا في نفس الموضوع لانه موضوع شيشناق في نفس الموضوع. شيء اخر انا لما درت فيديو تكلمت معلومه واحده ما تكلمتش اولا فيما يتعلق بالسنه
لانه السنه كيفاش شفنا قبل 950 سنه كان يحسب انه السنه فيها 366 يوم ولا 365 يوم. هاد الامور هذه كاع انا ما هضرتهاش، هدرت وحتى الفيديو درت على الصحابي انتشرت. نعود سي نوردي ختال، سي نوردي ختال، خلينا نتكلموا على الامازيغيه لانه ما يهمنا اليوم خلاص نعود لحاضرنا. شوف بالنسبه للامر اخر، بالنسبه للقول انه ما حصل هو تصحيح لوضع، ان كان انت راك تقول بلي صحيح وضع، انا ايضا ينصح وضع فيما يتعلق ب ما اعتقده انها خرافه يناير وخرافه شيشنق. اذا كان عندك ادله مقابل الادله تاعي، نمد لك الادله تاعي 1 2 3 4، اذا عندك فندها 1 2 3 4 والسلام عليكم. طيب تفضل. امر اخر، انت تهمتني ان طعنت في مورد معمر، ما طعنتش في مورد معمر. واش قلت؟ قلت انه ما سمي بالربيع البربري سنه 1980 هو عباره عن مؤامره، بدليل انه مولود معمري نفس المحاضره اللي على جالها صارت هذه الحيحايه هذيك كما يقول عليه الحلال الحيحوحه، نفس المحاضره لقاها في وهران. سيد نور الدين، لماذا في الجزائر لا نتعايش؟ هذا التنوع موجود في جميع الدول في العالم، حتى في اللغه. انت تقول لي فرنسا هنالك لغه موحده لكن باختلاف اللهجات، مثلا في سويسرا، مثلا في النمسا، مثلا في بلجيكا نزاع كبير بين الفلامانيين والوالونيين، نزاع تاريخي كبير، لكن هنالك تعايش وانسجام. هنا في الجزائر هذه القضية قبل أن تكون الأمازيغية مرسمة ومدسترة كان النقاش في أدنى مستويات، اليوم نقاش حاد جدا رغم أن الأمازيغية رسمت. ماذا يمكن أن نفهم من هذا؟ شوف، بالنسبة قبل ما ننسى لازم نعزي الشعب الجزائري، لأنه اليوم ذكرى أليمة بالنسبة للشعب الجزائري اللي 13 فبراير، وهو أنه فرنسا الإجرامية جربت تفجير نووية وين؟ في منطقة رقان. بالرجوع إلى قضية الأمازيغية الإشكال ليس الإشكال متعلق بالمطالبة بالأمازيغية. هل يعقل أنه نمنعوا ناس يهضروا القبيلية؟ شي معقول. أنا مع أنت دافعت على نعيمة صالحي في الفيسبوك. دقيقة اسمح لي، أنا انتقدت واحد الفكرة فقط. نعاود نولوا بالنسبة للأمازيغية. قضية في الأمازيغية هي لا يمكن ولا يعقل أنك تمنع الناس من الحديث باللهجات واستخدامها وغير ذلك. الإشكال اللي صرا وشنو هو؟ الإشكال اللي صرا هو في ما سمي باللغه الامازيغيه التي دسترت. اصبر دقيقه. هي لغه امازيغيه؟ لا دقيقه، وقتاش كانت لغه؟ حاليا مازال ما كاش لغه. دقيقه، لم تكن في الماضي وليست موجوده في الحاضر وممكن في المستقبل تكون. كيف ما هو ردك؟ اسمح لي انا شوف أنا والله سيريزمو، والله العظيم انا قلتها لك احتراما برك للقناه. انا ما هو رد، نعم هو من حقه جزيرة. هو من حقه، احنا نحترمك ونحترم جميع الجزائريين. اسمع، غاليلي قال لهم لا تيري تورن، قتلوه. قبل ما يقتلوه قالوا له ان ديرني مو، قال لهم مي بورتون ال تورن. هذا درك خرج من لا لوجيك. انا بور موا، انا هذا انا ستان كاب سيكاتريك كيما نعيم صالحي، باسكو عندهم عقده من الامازيغيه. وانا ما فهمتش حاجه، هذا قادر يقول لك بابا ماشي بابا. قلت هاول تحمل المسؤوليه، علاش؟ باسكو اليوم بزاف اللي يرفضوا الامازيغيه. نعطيكم مثال، لا بروميير فوا اللي نقولها في قناه البلاد نقولها لكم ونور الدين يسمعها ثاني. اثناء الحوار حركه العروش مع رئيس الحكومه الاسبق وهو الحالي سي محمد يحيى، طرحنا مشكل. النقطه الاولى من لائحه القصر اللي طرحناها للمناقشه كانت مساله ترسيم اللغه الامازيغيه كلغه وطنيه ورسميه. مثل ما هي اليوم في هذه، راني نهضر لك في 2004 كنا متمسكين، يعني الحكومه ما حبش ترضخ المطلب تاعنا. حنا ثاني تحكمنا، قلنا ولا ما 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 استادير فو نافي با ساتيسفي، ما رديتوش بالايجاب على هذا المطلب، ما نواصلوش النقاط الاخرى. هذه في 2004. الحمد لله 15 سنه من بعد، 15 هو اللي انونسها في التلفزيون، شفتوا كاع بصفته رئيس الديوان تاع الرئاسه الجمهوري. قال لك اليوم تمازيغ في الدستور ولات رسميه. تسمى خسرنا 15 سنه. وانا حبيت نقول لك علاش كي نتكلموا اليوم على تلاحم الشعب الجزائري، وكان 62 خاطر حنا الامازيغ في كل فتره من فترات الدوله الجزائريه، انشاء الدوله الجزائريه، كنا توجور نديروا مساله الهويه في مكان اخر. كما الازمه البربريه بدات في سنوات 40ات. هذا الجدال سي مصطفى معزوزي بخصوص اللغه الامازيغيه، خلي نكونوا موضوعيين. مثلا سي نور الدين ختالي قال لك مش لغه، كما قالت نعيمه صالحي مش لغه.
انا نسال نعيمه صالحي. لغه ليست حيه يقولوا. نعيمه صالحي وكان انا تكلمت على دور البرلمان. انا هذا البرلمان سميته انا بالك في فرنسا تاعي سيليبر. انا سميته برلمان العار وشكاره. انا ما استناش من البرلمان هذا يدافع عن الهويه. انا ما استناش من هو عليها. لا 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 لا, لا, لا انا كاع انا كاع باسكو سيتان هذا برلمان ياك خرج من لافرود فيسكال خرج بالسرقه فهمتني. هذه نعيمه صالحي ما فوطوش عليها الناس عطاو لها كوطا السلطه قسمت سيتان غاطو لو بارلمون ايتان غاطو غاطو قسموا بيناتهم دونك ما تسعوش المصداقيه. حبيت بعيدا عن من تكون نعيمه صالحي وبعيدا عن من يكون سيد نور الدين ختال الفكره ما هو رد مصطفى معزوزي على الذين يقولون بان اللغه الامازيغيه هي لغه ميته ليست لغه علم وليست لغه تكنولوجيا وليست لغه اقتصاد. انا نرد لك بسؤال بسيط. انا وكان زدت هندي نتقبل بلي انا هندي انت تقبل بليك انت هندي زدت في الهند هذا زاد في اليمن يتقبل بليك يماني. سيد نور الدين ختال بعد الذي حدث وبعد الذي يحدث وبعد نقاشنا في هذه الدقائق المعدودات هل اليوم صحيح اننا في الجزائر نعيش على برميل متفجر من الذهنيات المتعنته والمتطرفه؟ طيب اولا سي معزوزي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. قلت له هل اللغه الامازيغيه لغه؟ قال لك ايه لغه ما بديتناش الاخر. انا كي قلت لك بلي ما كانش وما كاينش ومن ممكن لاحقا تكون انا ما نعطيكش مالك انا ما نعطيكش دقيقه معزوز ما تدخلش في اللعب تاعك معلش معزوز خلينا نكمل الفكره. هو سقساك قال لك لا هذا ما انت قلت له بلي هذا ما ولازم يكون هذا ما المشكل تاعك دقيقه. حنا كي هضرنا على الامازيغيه قلت لك ما كانتش لغه وحاليا ماهيش لغه. نبوزي لك كيسيون نكون صريح تستعرف بالامازيغيه انت ما تستعرفش بالامازيغيه هذا هو كاش حاجه اسمها امازيغيه اعطيني حاجه اسمها امازيغيه نستعرف بها انا. ايه انت كاش ما تستعرفش بالامازيغيه هل يعقل اسمح لي دقيقه هل يعقل ما نعرفش انا بالامازيغيه وكاين الناس يعني انا ننكر هويه تاع الناس انا قلت لك بلي اصلا ما كاش على بالك المشاهدين ضحكوا عليك على بالك راك بتناقض على بالك انت ما فهمتش كلامي برك انا نهضروا سور دو زوند رانا نهضروا في ذبذبتين مختلفتين. انا واش راني نقول لك انا نقول لك بلي الامازيغيه اصلا ماهيش تكزيستي انت راك تقول لي تكزيستي لغه في الدستور ولغه يتكلم بها العديد من الجزائريين. قول لي نحتارم اللي نتكلم لها بصح ماهيش تكزيستي. اسمعني يا ودي انت اللي ماكش تكزيستي انت راك في عالم الخيال. اسمعني انت نورمالمون يديو كلاسيك بسيكاتريك اسمعني روح تسواني على روحك. اسمعني شوف والله انت فيكتيم انت فيكتيم تاع السيستم. خلاص انا قريت لو ما عندك نوريك شكون الفيكتيم معلش اوكي ننستسلوك باقوى اللي فيكتيم. تفضل شوف اقرا اقرا شوف سيد قال لك هل الامازيغيه لغه؟ انت درت 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 قول له ما عنديش جواب وخلاص عجديتنا وطنا. لا ما قلت له لغه. تفضل تفضل نعاود نولي هل نعيش لغه وافتخر بها ديجا الامازيغيه ماشي غير لغه. لغه الامازيغيه عندها لغه وهويه لغه هويه تاريخ اصل كلش. سي نور الدين سي نور الدين هل في الجزائر اليوم فعلا اننا نعيش على برميل متفجر من الذهنيات المتعنته التي لا تقبل الطرف الاخر؟ يسير هاوليك المثال معلش شوف لماذا شوف اسمح لي لماذا يا انت معلش دقيقه نعطيك مثال هذا الوضع. كاين ناس خرجوا يبعبعوا على كلام تاع نعيمه صالحي في المقابل يوافقوا على كلام في مقابل اسمح لي دقيقه معزوزي معزوزي هي اللي تبعبعت ماشي قول حاجه هما اللي بعبعوا. شوف نقول لك واش قالوا. لا نعطيك حاجه انت حاجه الاولانيه لما تهضر على نعيمه صالحي تلقاهم شوف المستوى باش تبين لك بلي المستوى منحط سب شتم الاخر سب ما سبيناش كاين اللي سبوا من لابليبار شكون سب معلش معلش دقيقة لا 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 ما نحملوش مسؤولية شخص معلش معلش كاملة محمد علاوة بار اكزومبل نعم سمي 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 شطاح سمي محمد علاوة نعم ماشي يهضر الاخر خلينا ما كنا ندخلوا في الاعراف جيد 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 خرج السم تاعك خرج لا سم لا والو لا لا سم خرج نعطيك السم نهضروا على السم. رشيد علي يحيى تاع الازمة البربرية تاع 49 من هذاك ما سلكش معلش دقيقة معلش واش يقول لك؟ يقول كل شمال افريقيا هي بربرية ولا يوجد عرب في الجزائر. انت واش راك في الناس اللي يقولوا لا يوجد عرب في الجزائر؟ سبحان الله لا راه انجاز يهدرك تاريخ راني نسقسيك ما راهوش راسيست لا راهو يهدر دوك لا لا انت حبيت تعطي معلومات كاذبة معلش دقيقة كي قال لك ما كاش العرب معطوب للناس واش يقول؟ ما قالكش العرب ماشي ضد العرب قال لك تاريخيا ما كانوش يسكنوا العرب في شمال افريقيا وهذه حقيقة ونكذبوا معلش نروحوا هذا هضرنا في 49 يعني انت تعتبرها انها محاولة إقصاء دقيقة انت اذا كان صريح تاع نعيمه صالحي اعتبروه صريح خطير هذا ماشي صريح خطير هذا كارثة هذا وشنو راك ضده اذا كان صريح واش التصريح صريح تاع تاع رشيد علي يحيى ايه راك ضده اذا قالوا هذا تاريخيا
هذا دير بحوث وهذه حقيقه. قالك سكان شمال افريقيا امازيغ ما كاش العرب، ما قالكش انا راني ضد العرب. معلش احنا نحترموا العربيه والاسلام وانتم محترموا الامازيغيه، بصح ما تحترموش الامازيغيه. نصح لك الفكره، عندكم عقده انتم. لكن الدوله تحترم اللغه الامازيغيه رسمها ودستارتها بعد يعني المشكله بعد نضالات. معزوزي خليني نكمل لك الفكره. انت اذا كنت تعتبر انه تصريح نعيم مصالحي اللي هو حاجه خفيفه حاجة خطيرة، فما بالك بتصريح هذا، فما بالك بتصريح تاع معطوب للناس فرونس فنت فرونس ونيت المعطوب للناس. بيان سور المعطوب للناس احترم الاموات. انا هذيك الفكرة ما هدرتش عش دقيقة دقيقة كي نهضر عليه وجبد معطوب للناس. بيان سور انا نهضر عليه لانه هذا الفكر هذا المتطرف راهم يسمعوه توجور في الفكر تاع معطوب للناس. اهضر على شكيب خليل، اهضر على سرقوا الجزائر. شكيب خليل علاش هضر على معطوب؟ لا معلش معطوب مات يا خلينا نتكلم على الامازيغيه. هذا نتكلم على واحد لا لا ناظر من اجل الامازيغيه معطوب ناظر. خلينا نتكلم على الافكار دقيقه. الافكار نروحوا لواحد اخر. ما عندوش افكار، هذا ماشي افكار. هذا قلت برميل يا كي طفق. شوف نعيم صالحي، شوف شوف معطوب قال لك معطوب واش قال في 97؟ قال المدرسة الجزائرية ساهمت في تقدم الثقافة العربية الإسلامية، استعانوا بالإخوان المسلمين في مصر وإلى غير ذلك. يعني السيد معطوب للناس قال لك كيفاش أنتم جايبين للمصريين وهذيك. في كتاب تاعو اللي هو لوروبال باج 26 صفحه 66 يقول لك انا خلينا نكمل. انا معطوب خلينا نكمل لك. بيان سور تفضل 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 الوقت سي نوردي. كي كي في الصفحه 26 واش يقول لك في كتابه لو روبال بالك انت تكون قريته. قال لك يفتخر بلي بار بلون. او انت لي بار بلون هاي اللي ناس ملاح وجونتي والمصريين ماشي ملاح. شفت دافع ثاني المصري سي نوردي. سي نوردي سي نوردي انت ترى بقضيه الامازيغيه هنالك سي. لا لكن دقيقه شوف بيان سور مشاكل بمكيالين، ما كاش مكيال كاع. واش مكيال انت 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 كنت جبت لك دوك تصريح تاع شوف محمد بسعود اعراب تاع الاكاديميه البربريه واش يقول؟ يقول قريبا سنعلن ثوره على دكتاتوريه المعربين والاسلاميين في الجزائر. سي نوردين ما تخافش انت ما تخافش. سي نوردين سي نوردين سي نوردين انت راك تحلف. سي نوردين انت يا اسمع زوزي دقيقه لحظه فقط. سي نوردين انت 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 مواطن جزائري ونعيش في ظل خلينا نكمل لك خلينا نكمل. نعيش في ظل قوانين الجزائر ظل القوانين راك مع واحد يساند ارهابيين. شكون انا؟ انت تساند جماعه الماك. ما قلتش ما قلتش كذاب انت. ما قلتش بلي جماعه انت كذاب. انت واش قلت؟ انت قلت عندهم افكار. هذه ماشي افكار، هذا ارهاب. انت انت ارهابي تاع الصح. انت كذب. انت ارهابي. انت كيفاش تقول ارهابي؟ انت ارهابي. انت كيفاش تقول؟ انت على بالك انت انت راس الفتنه تاع الجزائر. انا راني نعطيك ادله. سيد واش يقول لك؟ يقول لك جماعه الماك عندهم افكار، عندهم ارهاب، ما عندهمش افكار. ما عندهمش. عندهم ارهابي. شوف حاجه، شوف نعطيك حاجه، نعطيك حاجه. فرحات ما سبكش. نعطيك معلومه واحده اخرى. انا كي نقول على جماعه فرحات مني وجماعه الفاك ارهابيين نورمالمون يشكروني يكتبوا لي رساله شكر، لانه الارهابيين اشرف منهم، لانه قانون العقوبات. تلاقوا اوليك راك 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 دير لا بروموسيون تاع لا 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 لو تيروريزم تي في لا بولوجي دو تيرور. انت اسمع اسمع انت انت معلش انت كيسقساوك كيسقساوك على فرحة مني واش قلت عليه؟ واش قلت؟ قلت فرحة مني عنده افكار على الافكار. عرفت اش جابها؟ جابها هكذا مسكين جونتي ستين جونتي كاكا على بس معزوزي. شوف طبق على نعيم صالحي. هل في الجزائر اليوم عندها افكار؟ لا 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 انحراف. سي نوردين سي نوردين سي نوردين سي نوردين. لا دقيقة سي نوردين انت تشوتني نعيم صالحي باش تربح الناس. دقيقة دقيقة معربين معاها. دقيقة دقيقة سي نوردين سي مصطفى انت معزوزي معزوزي. دقيقة الشيطان انت الشيطان معزوزي معزوزي. ختان سي ختان حتى لا ينحرف النقاش. حتى لا ينحرف النقاش. فقط 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 سي نوردين ختان. نعم نعطيك سي نعطيك وقتك سي مصطفى معزوزي. اليوم في ظل هذا الوضع الذي نعيشه، ما هي المخارج او ما هي الحلول التي يمكن ان تخرجنا فعلا من هذا النقاش البيزنطي بين قوسين؟ هل لابد ان نمنع الاحزاب السياسيه ان تتحدث عن هذه القضيه؟ ثم هل هل علاقه الماك بمنطقة القبائل مثل ما يروج له هي التي أدت بانحراف النقاش حول قضية الأمازيغية؟ شوف أنا نوضح برك على مسألة الماك باش ما يغلطش. باسكو أنا الحمد لله الجزائريين يفهموني وأنا ما عنديش عقدة. أنا ضد الانفصال. أنا جزاء أنا شوف أنا سقساولي على فرحتنا. أنا هذه الكارثة هذه تاع نعيمة صالحي كي تهضر مني مسكين عنده أصبع. اسمح لي خلينا اسمع ما تكوبينيش ولا غير نوضة. خليني نهضر كي نهضر نهضر خلاص صح. واش قلت لهم؟ قلت لهم انا سمعت نعيمة صالحي قالت لك هذا هذا ارهابي لازم يدخل. سمعت نعيمة صالحي قالت لك هذا هذا ارهابي لازم يدخل الحبس. انا ديمقراطي، انا ديمقراطي الى النخاع. انا ساند فرحات لانه ياك ماشي نعيمة صالحي اللي يدخل للحبس. كاين قوانين الجمهوريه، كاين عنده من حقه يطرح
يطرح افكاره يطرح افكاره لكن هذا انفصال في الجزائر. هذه الفكره نتاعو يتحمل المسؤوليه نتاعو وحده. انا واش قلت؟ قلت لك انا امازيغي جزائري، انا ضد انفصال منطقه القبائل من الجزائر. انا يا واضح سي نور الدين، انا نناضل من اجل الجزائر موحده، من اجل الجزائر موحده. يقول سي مصطفى معزوزي بعد نوليك الاجابه، الاجابه للسؤال تاعك صح، انا راني معاك. وكان اليوم عندنا برنامج قوي باسكو لازم اليوم نتكلموا على لي سكوندال تاع لا بي ام، باسكو كاين حقيقه ومن بعد شطر اللي فيها نورمال. الشعب ما ينتخبش باسكو شاب اللي برلمان الحفافات، برلمان لي فام دو ميناج، ولاو سيدي كوميتي دو سوتيا. كاين 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 دي ديبيوتي، كاين دي ديبيوتي. حسن العريبي ما نقدرش ننسى في 97، ما نقدرش ننسى باسكو انت راك دافع على الفيس، شارك في سانتي جيديو حسين يتحمد الله يرحمه المجاهد الكبير. واش قال حسن العريبي؟ قال لك لازم نحيلوا الجنسيه الجزائريه. شوف الانحطاط. وانت اليوم يطلع لي التاريخ يقول لي هذون كانوا ضد العربي، ما كانوش ضد العربيه، حبوا يصحوا وضع تاريخي مزيف ونتحمل المسؤوليه. الجزائر الحمد لله اليوم 55 سنه بعد الاستقلال الامازيغيه ولات رسميه، الامازيغ تقبلوا العربيه والعرب تقبلوا الامازيغيه والحمد لله. ما تقولوش يعني المشكله سي مصطفى معزوز، ماشي مسلمين سي مصطفى معزوز، سيد مصطفى معزوز، سيد مصطفى معزوز، هل المشكله يعني بما انك تعترف بانه الحمد لله اللغه الامازيغيه صارت مدستره ورسميه والشعب الجزائري يقبلها مثل ما يتقبل الامازيغ عروبه الشعب الجزائري في بعضه البعض، يعني المشكله ليست في الشعب، هي في بعض الاشخاص فقط، الاحزاب السياسيه. هذه الاحزاب، انا هذا نعيم صالحي جو لونس ان ابل كيما نحاولوا لاغريمون للفيس باسكو لا يوتيليزي لا ريليجيون، نطلب اليوم رسميا من وزير الداخليه ينحيلها لاغريمون باسكو توشات الهويه. والدستور يقول على هذا الشيء، يتكلم على هذا الشيء. اختال هنالك بعض الاحزاب في الجزائر هي التي افرغت هذا النقاش حول الامازيغيه من محتواه وجعلته لعبه في يد بعض الاطراف المتعصبه والمتطرفه. شوف نهضر نقطتين فقط، ما قطعتكش خلاص، علاه كنت قاطعني ومن بعد ما نقاطعك موراه، دير دبر راسك كما حبيت. بالنسبه للامازيغيه، انت كي هضرت على حسين يتحمد، حسين يتحمد انا نوافقك ونشاطرك الراي انه انسان مجاهد واحد وعنده تاريخ نظيف زوج، لانه كاين ناس مجاهدين بصح كملوا الاخر تاعهم عوجه. حسين يتحمد لا كيما بدا الاخر، لكن حسين يتحمد يوم 17 جونفي 1991 عندما صدر قانون تعميم اللغه العربيه، قانون 91/05 متعلق بتعميم اللغه العربيه، حسين يتحمد خرج ضد التظاهر الليله. اذا كنت انت تنكر على نعيمه صالحي فما باب اولى انك تنكر على جيب يتحمد نعيمه صالحي. كارثه والله، كارثه يا انا هذيك على الموقف غير كارثه يا معزوز، خلينا نكمل الفكره. هذا انحطاط، هذا خلينا نكمل الفكره، خلينا نكمل الفكره. اذا كنت انت تنكر على نعيمه صالحي تنكر على يتحمد، خلينا نكمل الفكره، خلينا نكمل الفكره. مع العلم انه يتحمد نتفقوا في زوج على ان نحترموه وانه شخصيه وطنيه محترمه. انك قلت لك هضرت على فكره ماشي على الشخص، لانه يتحمد بعدها وفي عده مراحل من تاريخ الجزائر اثبت انه وطني. ونرجع لك حاجه واحده اخرى، لما هضرت على سانتي جيديو، المعلومه الاخي الكريم راك تنين انت الكوتيز وما عندكش معلومات، لانه سانتي جيديو كانت 94 95 واحد زوج، انه حسن العريبي كان مع جاب الله كان في سانتي جيديو. خلينا نرجع لقضيه الامازيغ. سي نور دختار، سي نور دختار دفع ثاني على حسن العريبي اللي قال حسن ما قالهاش حسن العريبي. سي نور دختار، والله ما قالها، والله كارثه. شوف انا عيرت، معلش ما تكذبش. شوف حسن العريبي، شكرا سيد ورد اختال، انا طرحت لك سؤال ما جاوبتش عليه للاسف. راح نتجه الى فاصل مشاهدينا الافاضل ونعود للحديث حول هذا النقاش في الجزائر بخصوص ملف اللغه الامازيغيه. فاصل ونعود. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الأفاضل لمواصلة الحديث في هذا الجزء الثاني من عدد اليوم من برنامج البلد اليوم حول قضية اللغة الأمازيغية وما يصاحبها من نقاش يقول البعض أنه كشف الكثير من العيوب داخل المجتمع الجزائري بعد ترسيم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للغة الأمازيغية ودسترتها، وكذلك ترسيم يناير كعيد رسمي ووطني. ظهرت أو عاد الجدل من جديد وعادت النقاشات بآليات مختلفة وبأشخاص مختلفة. نواصل الحديث في هذا الجزء الثاني رفقة ضيفي الكريمين، أجدد الترحيب سيد مصطفى معزوز الإعلامي وسيد نور الدين ختال الإعلامي كذلك. خلينا نبدأ من عندك سيد نور الدين ختال باش نديروا التوازن. مصطفى معزوزي،
انا قلت انه سي مصطفى معزوزي يقول ان المشكل في اللغه الامازيغيه مش يعني ليس العبره بان يعترف بها نور الدين ختالو ام لا، العبره ان الحكومه والدوله ورئيس الجمهوريه اعترف بها، يعني هنالك قله قليله التي تشوش على ملف اللغه الامازيغيه، وقالك حتى انت ان كانت قله قليله علاش لماذا رفض قضيه الانتخابات استفتاء الامازيغيه علاش رفضوه؟ صافي انت تفوت على ليدونتيتي تاعك انت والله العظيم كمل خلينا نكملك. شوف حاجه واحده اخرى، انت لما تقول انه انا راني يعني انت راح حبيت كاين الناس انت قلت قبيله ان انا ضد القبائل معلش او ضد الامازيغ وغير ذلك، حجه الاولانيه هل يعقل انه انسان عاقل يحكم على شعب كامل اللي هو شعب منطقه القبائل؟ ما كاينش منها. لا نهضرك عليا عليا انا عليا خلينا نضبط المصطلحات نضبط المصطلحات، خلينا مصطلح قبائل نتكلموا عن الامازيغ امازيغيه خلينا نضبط المصطلحات. لا 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 نضبط المصطلحات دقيقه معلش نتكلموا عن الامازيغيه. احنا لما نتكلموا احنا رانا مجرد نناقش فكره اولا، ثانيا انا مع تدريس الامازيغيه مع انه كل الناس بلهجاتها المتنوعه انه كل الناس يدرسوا اللهجه ديالهم. ايضا نعطيك حاجه، هل انت تقبل جاوبني ايه ولا لا انه تدرس الشاويه في تيزي وزو؟ راك يا راك كوتي ولا راك كوتي تكلموا على لهجه والله العظيم لما تضبط القضيه تاع الجوا اللغه اللي يتكلموا عليها خلينا نعرض خلينا نعرض النعرات سي نوردي هضر على مصطفى مصطفى باش نجاوب. لا لا خلينا عن النعرات. لا 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 يا سي نوردي سي نوردي سي معزوزي سي معزوزي سي معزوزي لا انا اللي نسير في النقاش خلوني نطرح الاسئله نوليو للسياسه اكوتي من فضلكما نتكلموا عن لغه الامازيغيه بعد عن النعرات الجهويه واللغه الامازيغيه. هنالك قله قليله من شوهت هذا الملف. هذه هي شوف دوك فهمك الاشكال شنو هو؟ الاشكال انه الناس اللي حملوا لواء دفاع عن الامازيغيه هما ناس ما يمكن لا يمكن للشعب الجزائري، الشعب الجزائري ما مشاش معاهم في السابق، ما مشاش معاهم لما كانت انتخابات حره، ومش حيمشي معاهم في المستقبل. شكرا كمل على الاقل خليك كمل فرصه. هذه شي بروبريتي تاع الشعب الجزائري. واحد سي معزوزي احنا نعطيك وقتك تفضل. معزوز بلي معزوزي عندك مشكله انك مش تسمع واش راني نقول. تفضل تفضل المشاهد ويسمع تفضل. ما هضرتش على الامازيغيه كامازيغيه، هضرت على الناس اللي حملوا لواء الامازيغيه، فرق. هذا هو المشكل تاعك. يا اخي بيان سور. واعطينا رايك على الامازيغيه خلينا والله شوف انا اذا كان الامازيغيه لقيت انه اللي يحمل لواءها ناس نعتبرهم وطنيين ومحترمين مثل شيخ ايت علجات وسعيد شيبان وعبد الرحمن شيبان وغيرهم من الناس الامازيغ الاحرار لي يدافعوا الهويه الجزائريه وعلى الوطنيه الجزائريه هذو نمشي معاهم انا. لكن لما نشوف انه الناس اللي دافعوا الامازيغيه في الاكاديميه الازمه البربريه تاع 49 كان يعني انت لا 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 نو 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 خلينا نكمل الفكره بصح هما الناس اللي كانوا متصدرين المشهد رشيد يحيى عبد النور والله هذاك بسعود بعراب والله سعود محمد بعراب اوموا برونونسي بار ريسبي الله يرحمه وين باش اسمه انا برونونسي بيان واسمه مسعود محمد عرب محمد عرب مو مسعود محمد عرب اللي تاع محمد ماشي محمد تاع الاكاديميه البربريه في 66 67 66 67 او مع مولود معمري او محمد او معطوب الوناس راك تسب في النبي غير تسب فيهم راك تسب في النبي غاد راك تقول ما نمشيش معاهم سؤالا للحديث على الامازيغيه سي نوردين سي نوردين سي نوردين سي نوردين شوف نصح له فكره انا ما قلتش ما نمشيش معاهم لا لا دقيقه اسمح لي انا ما قلتش ما نمشيش معاهم لا انا هذوما نحارب الفكر تاعهم تحارب الفكر تاعهم الفكر العلماني تاعهم ماتوا وكان احياء ما تقتلهمش انا قلت لك نحارب الفكر سيد نوردي خدتها لا تقتلهمش خلاصه القول خلاصه القول يا سيد نوردي خلاصه القول يعني انه المشكل في الذين حملوا لواء الامازيغيه وليس في الامازيغيه. سيد مصطفى معزوزي سيد نوردي اختال قال ربما في كل هذا الحديث جمله يمكن ان نعتمد عليها في النقاش، قال لك باللي ملف الامازيغيه ليس المشكل في اللغه الامازيغيه ولكن المشكل في الذين حملوا هذا الملف والذين دافعوا عنه. الهويه سا ما بارتيان با اكس و ايكراك الهويه الامازيغيه هذه ملك لكل الجزائريين. شبيكم وانا درك انا صافي بيسك عطاها لي بوتفليقه ما فوتيتش على بوتفليقه صافي نكون ضد الامازيغيه. يعني هذا الفكر خطا. هذا فكر متطرف خطا. يعني نناقش الافكار وليس الاشخاص. يعطيك صحه. انا اليوم نفتخر باني جزائري لان الامازيغيه عندها مكانه.
كالاسلام كالعروبه. الحمد لله انا ما رانيش نحارب العربيه كما هذا ويحارب الامازيغيه. سمح لي، وانا انا 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 ديمقراطي. علاش ديمقراطي؟ انايا انايا كي قال كي قالوا لي بريمير اللي كانوا ينظروا على الامازيغيه، قال لك شمال افريقيا ياك امازيغي، صافي با دير كانوا كونتر العرب. حنا كرانا نتعايشوا، رانا نتعايشوا كجزائريين، كاين تلاحم. المشكل قلت لك انا المشكل في النخبه، ولا النخبه بين قوسين راني نشوف سي موردين هذا، هذا نعيمه صالحي، هذو كوارث كوارث. هذا خطر خطر على الديمقراطيه اولا، خطر على الهويه. يجب ان نتعامل مع هذا مع هؤلاء. نورمالمون ما يكونش ديبا اليوم، يكون ديبا الامازيغيه ان ديبا تكنيك، كيفاش اكاديمي نطوروا الامازيغيه. هذه واحدة. انا اليوم تكلمت على، تسمح لي اخي يوسف تخاطرش باسكو على تفضل تفضل باش يفهموني الجزائر. نعم. اليوم سبحان الله هذ المندوبين مندوبين العار هذو، وكان اليوم لعبوا الدور نتاعهم ما يكونش انديبا هكذا بوتيتر اغريسيف. علاش؟ باسكو هما في البرلمان يدومونديو ان ديبا، ان ديبا سور لا سور لا كيسيون دو ليدونتيتي، على مساله الهويه. اليوم وكان هذو تحملوا المسؤوليه تاعهم ياك، كيما نعيمه صالحي هذه جوري ايمي انا اليوم تخرج تقول لنا تعطي رايها على هذا قانون الماليه هذا اللي يجوع في الشعب، تعطي رايها على عطات رايها. سمح لي سمح لي دير لي فيديو، عطات رايها دارت لي فيديو دارت. لا 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 ما سي سوبرفيسيال. انا جوري ايمي هذو علاش ما تروحش يعني القبائل لي ميدسا هذو لي ميدسا وتعطي رايها يعطيونا رايهم. رانا في يوم يتكلموا كاين، اسمع كاين ديبا على سانكيام موندا، تعطينا رايها باسكو انا نقدر نقول لك بلي هذه مبعوثه مبعوثه. سيد نوردي ختال في الفكره، لا لا باش ما نعودش الى ملاحظات وخلينا نكونوا منهجيين. في الفكره اللي تتكلم عنها سيد نوردي ختال، بمعنى انك انت مشكلتك في الاشخاص وليس في اللغه. مثلا كارل ماركس، فيبر، هنالك من نظر نظريات هامه نستعملها الى غايه اليوم، لكن هم ما عندناش علاقه معهم في الدين، هل نرفض فكرهم حتى؟ شوف دوك نفهمك، هم كفار. لا لا شوف نرفض حتى فكرهم. انا قلت لك لا لا شوف كاين اختراعات مثلا اختراعها كذلك الكفار، تقبلوا الاختراعات رغم جات من هذا الاشخاص. قال لك قال واحد الكلمه مليحه، قال برلمان معين. معلش هذاك الوقت الناس اللي كانوا يطيحوا زوج جماعات على الديمقراطيه ويطيحوا زوج جماعات على الهويه هما الناس الاولانيين اللي تعينوا في البرلمان، بيناتهم خالد مسعودي باسمها كانت معينه في السي ان تي في المجلس الوطني الاستشاري تاع الاخر. اذا كنت انت ضد نعيمه صالحي اللي دخلت في انتخابات في مبابي او لا تكون ضد، انا ما فهمتش علاش راك دافع على نعيمه صالحي. واش ندافع على نعيمه صالحي؟ والله ما فهمتك. خيخ دوك فهمك باش تربح نسبه المشاهده ولا خيخ شوف دوك فهمك. انا ما راني ما عندكش لي برانسيب، ما عندكش لي برانسيب. اسمح لي انا واش راني نقول لك؟ انا راني نقول لك باللي غدوه كان نعيمه صالحي تنحي الحجاب تعطيها انت تكريتيكيها. خنكمل. والله نحلف لك والله قسما عظما غير يكريتيكيها. يعني القضيه فهمني اكثر. توجه 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 تساعدوا تساعدوا نعيمه صالحي في التوجه نتاعو الايديولوجي، يعني بغض النظر عن نعيمه وعن الفكره تاعها. شوف والله واحد جزائري اللي عنده كامل القوى العقليه تاعو ما يتقبل واش قالت نعيمة صالحي. لكن كاين جزائريين ساندوا سي. لا لا هذاك اسمع ما هل هذو كلهم اسمع اللي اليوم يساندوا في الفيسبوك ياك هذو خطر ثاني باسكو هذا الفيسبوك يفي بلوس دو مال كو دو بيان، يدير حاجه ماشي مليحه يغرر فهمت. تفضل سي دقيقه شوف قطعتك ياك ما قطعتك ما قطعتك انت كتهضر على الافكار المتطرفه، احنا بدا بينا نحاربوا كل التطرف. انت عندك افكار ميته تتكلم على الاموات. شوف بالنسبه لمحمد بن سعود واش قال لك؟ قال لك بلي لازم نديروا ثوره على المعربين والاسلاميين. محسن بن عباس واش يقول لك؟ تعال سيدي عنده عامين وثلاث سنين، قال لك المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن رايه حتى لو كان انفصاليا. معليش فكرت انت قبيله قلت الانفصال وبعدين نمريك واحد القوانين من قانون العقوبات نمد لك المواد اللي تجرمهم. فكرني بك انت حبيت تدخل فرحات. معليش دقيقه ولا لا ماشي فرحات ماشي حبيت ندخلوا الحبس. بلاصتو في الحبس ماشي حبيت ندخلوا في الحبس. انت مع محاكمه فرحات مهني؟ انت مع محاكمه؟ ماشي مع محاكمه، مع تطبيق القانون عليه. مين انت تطبق القانون عليه؟ انت راك ضد الهويه انت ونعيمه صالحي. دخلوا الحبس. خالده تومي في حوار مع صحفي واسمها اليزابيث شمال، هذه زايده هنا في السيون فرونسيز زايده هنا. نعم نعم. واش تقول هذه؟ تقول لك باللي الصفحه 34 من الكتاب هذا، الكتاب اسمه اون فام دوبو اون الجيريان دوبو. واش تقول لك؟ تقول لك انه تعتقد أن السجود هو عبارة عن إهانة، سجود لله عز وجل تعتبره إهانة. صفحة 34 من كتاب يعني سي نوردي ختال واضحة فكرة. لا لا واضحة فكرة واضحة فكرة. مسك الختام مسك الختام ما عطوا بالوناس، لازم نكملوا ما عطوا بالوناس. ما عطوا بالوناس في جونفي 95 مر ما كما يقول لك قالوا باللي والله غير نجاوبوا على ما عطوا معلش جاوب بيان سور نعطيك وقت. واش قال لك؟
لحد الان انت ما جبتني على حتى حاجه، لان انا نهضر لك فكره انت تجاوب على الشخص. لا لا انت راك تفضل يا سي نور الدين. تفضل انت راك تقول مخزن سي نور الدين. معليش راك تقول لي انت ما عندكش افكار. معليش دقيقه انت اصلا ما عندكش افكار. دقيقه ما تقول للناس واش يقول لك. يقول لك لا يمكن ان يساد النظام الاصل. يعني المهم ان يساد النظام الاصابين بخمس رصاصات يهضر على 1988. املي هو هضرها باللغه الفرنسيه وترجمها للعربيه. املي استثمره في معركه طاهر جعوط بوسبسي سعيد مقبل سعيد سعدي خالدها مسعودي. وانا امالي استثمره في فكر معار لان فكر من الاخر حاجه واحده اخرى باش نختمك الجمله الاخرانيه. بالنسبه انه هنالك افكار متطرفه جدا حتى عند هؤلاء الذي يسميهم الان كان هنالك فكر متطرف ولم يواجه هذا الفكر بمثل ما تواجه به نعيم الصالحي ولمن تحمل هذا الفكر اليوم. كل هذا مسلم ياك انا ما ياك اذكروا امواتكم بالخير. ما حسن موتاكم. هذا سبحان الله. هذا الفكره تاعو. اسمح لي. اسمع اسمح لي. هذاك كاش واحد بريميرمو. خليني نهضر. خليني نهضر. بريميرمو. اولا هذا هو يكوبي. هو يكوبي او يرفد. ما عندوش افكار. مرحبا. هذا ما عندوش افكار. يراني كوبي. هذا حب. كوبي كيما انا. راني كوبي. هذا حب. كوبي كيما انا. علاش العلم صيد ولا لا 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 هو يكوبي. لا لا هو يكوبي حوايج. انا هدرت على شخصه. انت هدرت على معطوب. هدرت على شخصه. ما هدرتش على شخصه. هدرت على فكره. قلت واش قال. ما قلتش لا دار لا عمل. خلينا نتكلم بلغه مبسطه سي مصطفى. انا هدرت على هو يقول نتكلم بلغه مبسطه. هو يقول انه كان بعض الاسماء كانت ضد حتى عروبه الجزائر ولم يلاقوا ذلك الانتقاد الذي تلاقيه حاجه الذين يدافعون عن يوم فكره نعيم الصالحي. والله ما تديوني التيران تاعكم. انا والله ما يديني التيران. انت السؤال تاعكني هو انا سبحان الله نتساءل كي كنا منطقه القبائل ولاو التاريخ. انا ماهوش كانت منطقه القبائل ياك الاولى اللي خضت السلاح مثل ما قام به جميع الجزائريين. سمح لي علاش تقول لي هكذا؟ علاش انتم حبيتوا تشوهوا صوره بعض المناضلين الديمقراطيين؟ هو انا حبيت نقول لك احنا ما اوني با دي سوبر الجيريان. احنا لعبنا الدور تاعنا. كي كانت منطقه القبائل تنادي بالترسيم الامازيغيه، هل كانت اصوات كثيره اللي كانت تساندنا؟ ما كانتش اصوات كثيره كانت تساندنا هكذا. ومالغري هذا مالغري هذا الشيء حنا اثبتنا بليك وطنيين. واحد في تلمسان، واحد في سكيكدا، واحد في وهران. انا بور موا كيف جزائري. سي نور الدين ختال سي مصطفى معزوز هذا واضح. مثل ما قام به الاخواننا في منطقه القبائل، مثل ما في منطقه الشاويه، مثل في جميع مناطق الجزائر، الكل لبى نداء الوطن من اجل حمايه هذا الوطن من الكثير من المخاطر التي كانت تهدده. هذا ينفي ما كنت تقول. انت تتكلم عن ناس وطنيين. سي مصطفى معزوز يقول دقيقه شوف حاجة الأولى. أنا أيضا أنتمي لنفس المنطقة المعلومة. شخص واش يقول لك؟ يقول لك لا أحب العرب الذين يقولون أنهم عرب جزائريون. واش رأيك في هذا الشخص هذا؟ واش رأيك؟ والله ما فهمتك. أنا ما فهمتك. من كل هذا من كل أنا وأسمع اسمح لي يكره واحد هو يكون أمازيغي يقول لك أنا ماشي أمازيغي. من حقه ولا ماشي من حقه؟ أنت درك أنت راك تهضر في لابستري. معلش تعلم الخيال. معلش أنا معك. لا نروحني معك. الله يسرك ريسك باش يكون حوار. أنت راك تفاعلي. شوف أنت بالنسبة لك إذا لا يمكن ان ننكر انه الجزائر فيها تنوع، فيها عرب، فيها شاويه، فيها قبائل. تقبلنا ثوابت ثلاثه العربيه الاسلام والامازيغ. انت حبيت تقسمنا. دقيقه اسمح لي. احنا سمحنا من الحقوق تاعنا بزاف. دقيقه اسمح لي. ولا غير رفدنا على بالك. معزوزي باش يجي شخص كيما الدين هذو الناس يتكلم عليه الناس وطنيين كما يقول مصطفى. لا معطوب الناس مات السلاح في يدو. دقيقه حارب الارهاب. واش يقول لك؟ يقول لك هذا الشخص هذا ما نقولوش اسمه لانك انت ما عندك حسين من الاسماء. كاين انسان قول لي الاسم تاعو المشاهدين. لا 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 بصح اسمح لي. هما راهم يهضروا على تصريحات بسيطه تاع نعيم الصالحي بسيطه كبيره كيما انت بسطت تصريحات تاع فرحات مهني في قناه تلفزيون. يلا ما مشوش. لا ما مشوش. شوف شوف انت تبسط امور خطيره. لا دقيقه ما كملتش صح ما كملتش. انا كنت شوف الشعب الجزائري فهم غير هو اللي ما فهمش. قال لك انت بسط قضيه الانفصال. انا قلت لك انا ما تقدرش مراه في دوله القانون هي ديبوتي نورمالمون هي دير قوانين تشرع ما تقدرش دي واحد الحبس بلا ما تسمعوه. ماشي كراف سي محمد. انا في الديمقراطيه اليوم وكان ماشي الديمقراطيه تكلم هذا الشيء.
او يسب او يسب في الاموات ماشي في الاحياء. سي نور الدين، سي نور الدين، الفكره اكاديميه اكاديميه. ما هو الحرف الذي تفضل ان تكتب به اللغه الامازيغيه؟ ما هو الحرف؟ ما هو الحرف؟ الوقت، الوقت راح تنتهي تنتهي الحصه بدون ان نخرج بنتيجه. سي نور الدين نجاوبك، انا ما سبيت حتى ميت، انا جبت برك والكلام والشخص اللي قال لا خلاص يكفي، انت لم تسب اي ميت يكفي. انا نسمع نقول لك حاجه، سي نور الدين لا معزوزي، معزوزي سي معزوزي ما قطعتكش، ما قطعتكش يا سي نور الدين. نكمل برك الفكره، تنتهي الحصه مازال ما قدمنا والو. لماذا تفضل ان تكتب اللغه الامازيغيه؟ لماذا تفضل ان تكتب اللغه؟ خلاص دوك نجاوبك. بالنسبه للكلام هذا اللي قال لك انا هو الشخص هذا ما يحبش العرب في الجزائر، هو معطوب للناس وفيديو صوت وصوره حبيت نبارطاجيهم. نعود الى سؤالي، ما هو الحرف الذي تفضل ان تكتب به اللغه الامازيغيه يا سي نور الدين؟ انا بالنسبه لي اول شيء توجد هذه اللغه، ثم بعد ذلك يصير استفتاء على الحرف اللي تكتب به. انت فكرتك ماذا لم في هذا الاستفتاء، ماذا ستكون فكرتك؟ يعني انا الحروف من انصار يا اما تكتب بالحرف التيفيناغ او بالحرف العربي، ونفضل التيفيناغ لسبب بسيط انه الاحياء الحرف التيفيناغ. واضح، يعني انت تفضل. هذا رايه، هذا رايه سي معزوزي، هذا رايه نحترمه بكل بساطه. لا نحترم. ما هو الحرف الذي تفضل ان تكتب باللغه الامازيغيه؟ الحمد لله اليوم ولات رسميه. انا اليوم نفتخر كجزائري لان لغتي هويتي معترف بها الحمد لله. بعض النضالات كتبت ترسمت بالدم، لانه انا في بعض الاحيان التقي بعض ابناء المنطقه يقولوا لي صراحه قال لك ما كناش ننتظر انه اليوم لنلقاه الامازيغيه لغه في الدستور. انا اليوم الحمد لله يناير عيد رسمي ووطني في توا كاع لي زالجيريا. نعم، باش نبروفي لك بلي كاين تلاحم، كاين تلاحم بين الجزائريين اللي حبوا يقسمونا. اليوم ننتظر نشأة الأكاديمية باش باسكو اللغة العربية رايك يا سي مصطفى معزوزي، رايك باش ما تفشلش الأمازيغية، باش ما تفشلش وتخرج جميع الأحزاب، باش ما تفشلش العربية تخرج جميع الأحزاب. نو 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 اسمح لي، تخرج جميع الأحزاب. على بالك سي مصطفى، لا خليني نجاوب، الأكاديمية معطوب لون الناس الأكاديميين يخدموا، لكن أنت رأيك أنت توقف قبل أنت عارف اللغة العربية أن تكتب باللغة الأمازيغية الأمازيغية بالتيفيناغ. تتفقان على طوميو. انا نعترف بالامازيغ، بصح انا واش حبيت نقول لك، ما تدينيش التيرا تاعك. انا راني نقول لك ما عندك حتى تيرا، هذا سؤال. تكون اكاديميه. نعم، تكون اكاديميه هي التي تفصل. هي التي تفصل، ماشي اكاديميه تاع مولد معمري. ماشي اكاديميه تاع مولد معمري، اكاديميه مستقله. مولد معمري يشارك، يشارك نابغه، ماشي يفرض، ماشي تفرض. الحمد لله امازيغيه تاع مولد معمري، عطاولو وسام الاستحقاق. يا سير عطاولو وسام باسكو خدم على الهويه. بيان سور، فكرتني انت كي قلت بالعربيه فشلت العربيه وفشلت، ونزيد نقول لك حاجه واحده اخرى، لما صدر قانون تعميم اللغه العربيه يوم 16 جونفي، اول ما خرج الظاهر ضده اللي هو شخص نحترمه هو حسين عيد حمد، وقتاش يوم 17، يوم 16 جونفي، غير كما يمسك غير الرموز منطقه القبائل، غير سمعت الشخص. لماذا هذا سؤال منتشر جدا في الشارع الجزائري، لماذا لما مثلا في اخر فيديو فنان علاوه او ايت منقلات، هم فنانين عندهم شعبيه في منطقه القبائل، وانت تعرف انه في بعض الاحيان فنان عنده شعبيه وعنده تاثير في ابناء منطقته اكثر من السياسيين، تعرف انت هذان الفنانان او بعض الفنانين الاخرين يقولون باننا لن نعلم اولادنا العربيه، ويتكلمون في نفس السياق المعاكس الذي تكلمت فيه او الموازي الذي تكلمت فيه السيده نعيمه صالحي، لكن لم تكن اي رده فعل بقدر رده فعل التي اثيرت اليوم. لا ديجا هنا حبينا نشوفوا باش المشاهد يديروا واحد وضح. انا الضجه هذه ماشي على كي قالت انا ضد الامازيغيه، على ماذا؟ كي قالت وكان نسمع بنتي تكلم بالقبيليه نقتلها، يعني تطرف. هذا تطرف، وانا قلت لك صاروا امثله في 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 قالت لك ما عندها نقتلها، احنا عندنا المجتمع الجزائري عندها معنى اخر. لا لا لا، في المجتمع الجزائري نعطيك ميكزون، هذاك اللي حكم وليدو من سيتيام ميطاج يمناصي فيه باش يطيح، شفناه. نعم، داو الحبس. نعم، هكذا. نعم، هذاك اللي جاب البيتبول يخوف وليد خوه. نعم، داو الحبس. هذه وكان في فرنسا ولا في كندا سي نوردي، هذه ما ايفا با لاريتي الانسان. ثانيا كي تقول لي على علاوه، لا حتى في منطقة القبائل كانوا اللي كانوا ضده. أنا مثلا يعني لا يمثل، لا يمثل، سمح لي، ماشي لا يمثل، عطى رايه بصح على باله بليك غلط، كي ما نمثلش بالحيوان الإنسان من أو النوردين، راني نضر معاه ما نقولوش نمثلوا حاشاكم بالحيوان. أنا هذا
رد فعل، انا رد فعل تاعي كرجل سياسي ريبونديت لها بصريحه وشكروني شكروني الناس لاني ما سبيتش. مصطفى معزوزي بلغه مبسطه، انت تريد ان تقول مثلا ايت منقلات او الفنان علاوه ليسوا كلهم ابناء منطقه القبائل، يعني هنا هذا جزء من كل. ماشي هكذا، ماشي هكذا. كانت ديكلاراسيون كلام خطير. ومن بعد واحد ردت فعل، انا بار اكزومبل وكان سبيت يلوموني الناس انا رديت لها سياسيا. ما لاموه علاو ايت منقلات في منطقه القبائل، لاموه ايت منقلات هذه تصريح قديم قبل ما تكون اوفيسيال. وايت منقلات جزائري اصيل، فهمتني؟ ونقول لك حاجه، في منطقه القبائل يحبوا معطوب اكثر من ايت منقلات. هذه باش يكون في علمك، باش يكون في علمك اسي نوردي. هذه الهضره على فهمتني؟ هذا ايت منقلات انا ما نظنش غلط. قال لك هكذا باسكو تمازيغ ما كانتش اوفيسيال. صح. بصح علاوه الاخر علاوه لاموه الناس، هو سي اون رياكسيون اشو كيما 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 لاموه ناعمه لاموه، ما تخافش. ها احنا في منطقه القبائل والله غير نعرفوا كيما نقولوا نسن الحبذ وكرفه. صح. سي مصطفى معزوزي، لما نتكلم عن هذه القضية دائما في الشارع الجزائري كاين فكرة يقول لك مثلا احنا رانا هبطنا مستوى النقاش ونتكلموا على تصريحات نعيمة صالحي وتصريحات علاوة، ومن المفروض أننا نتكلم عن قضايا أخرى. هل هذه القضية ماهيش مهمة مثلا؟ لا لا، الفكرة اللي طرحتها نعيمة صالحي لا لا، القضية ماهيش مهمة لأن ديناها من الكونتكست تاعها، فهمتني؟ انا اليوم نتسائل علاش الخرجه الاعلاميه تاع نعيمه صالحي. انا نقول لك هي مبعوثه باش ديفيلا لو ديبا باسكو لو فري ديبا اليوم. لكن هو هذا اكاديمي، نقاش اكاديمي على الامازيغيه، ماشي نقاش سياسي ولا سياساوي، فهمتني؟ اليوم كاين بعض الفئات وبعض الاطراف ياك تحب زرع البلبله في ابناء الشعب الواحد. قلت لك ما كانوش يستناو باللي الشعب الجزائري يتقبل مساله ترسيم الامازيغيه بهذه السهوله. يعني الشعب الجزائري شعب عظيم، فهم باللي السلطه بكري فرق تسود، واليوم الحمد لله بفضل ترسيم الامازيغيه قلت لك ثوابت تقبلناها كاع الجزائريين. يا سي نوردي، اختال عن اي منطق تتكلم السي مصطفى معزوزي؟ يقول لك باللي الجزائريين منسجمين قابلين بعضهم في الشارع الجزائري، الكل يعتز ويشعر بهويته الجزائريه الامازيغيه العربيه في انسجام واضح في الشارع. انت تتكلم عن وضع اخر، تتكلم بافكار متطرفه لن تزيد الوضع الا تعقيدا. صح، كلامك صحيح، كل الكلام اللي كنت نقول فيه كلام متطرف، عندك الحق. لا هذا كلامه. لا 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 لا، على بال على بال، انا قلت كلام متطرف. انا ماشي مشكلتي، يعني كاين مثل يقول ناقل الكفر ليس بكفر، ناقل الكفر ليس بكافر. انا نقلت كلام تاع ناس متطرفين. تقصد ما دخلني، معدوم ما دخلني. تقول متطرفين. دقيقة اسمح لي. أنت راك تحكم على الناس. هذا هو المشكل تاعك. لا اسمح لي، شوف. احنا شكون أخطر، كلام تاع نعيمة صالحي ولا شي واحد يقول لك أنه ما كاش قبيل في الجزائر؟ لا يوجد، ما كاش أمازيغ. يقول لك أنه أنت راك قلت ما كاش الأمازيغية. قلت دقيقة، أنا درت من ناحية واحدة أخرى. سمعت أي واحد كلام تاع نعيمة صالحي ولا واحد يقول لك ما كاش أصلا أمازيغ في الجزائر؟ شكون أخطر؟ شكون الأخطر؟ حسب رأيك. الأخطر هو الثاني فقط. مصطفى معزوزي، لماذا دائما في الجزائر هنا في البلاطوهات او في الشارع او في المقهى او في البرلمان عندما نتكلم عن الأمازيغية نتكلم عن مولود معمري، عن معطوب الوناس، عن ايت منقلات، عن هذا؟ هل ارتبطت الأمازيغية في الجزائر بأشخاص فقط؟ لا لا، ماشي بالأشخاص، ببعض الأشخاص فقط. مشكل هوية كبير على الأشخاص. لماذا نعود دائما للمنطقة بأكمل؟ لا لا لا، تكلمنا لأنه سي نوردين من الصباح هو كريتيكي معطوب، هو كريتيكي بشعود محمد عرب، هادو ساهموا في وقتهم ساهموا. لكن الخطأ أن نربط الأمازيغية بأشخاص ما فقط. ما ربطوش، أنا هي قضية هوية وقضية وطن. أنا شوف، أنا هذه الأمازيغية باش ولات رسمية هو مجموع نضالات في كل الأوقات اللي مرت بها، كل مراحل اللي مرت بها الامازيغيه. لماذا سينور دي ختال انت تحصر الامازيغيه في بعض الاسماء وبعض الاشخاص؟ الامازيغيه في الجزائر هي جزء من الجزائر، ملك للجزائريين، ملك للجزائريين. علاش انا حصرتها في اشخاص؟ ما حصرتها في اشخاص لانه معزوزي هو على باله انه ما يمثلش شيء، بينما معطوب يمثل حاجه.
على هذا استدليت به. لو كان معزوزي هو اللي يمثل يعني شريحه كبيره معطوب هذا راك تكريتيكي في وقت الشده ياك الى بروفي بليك كان جزائري في وقت التسعينات ياك سنوات الجمر كان يمشي مع ياك سنوات الجمر كان يمشي مع الانقلابيين. سمح لي يعطيهم الصحه. انا اللي عليا نقول الحقيقه. رفض ان يجيب انا سيدي يكرهني. ما هو الحل للغه الامازيغيه؟ المهم اني نقول لك الحقيقه. الحل حتى ننهي على هذا النقاش. اللغه الامازيغيه ما هو الحل؟ هل هو في الاسراع في إطلاق عمل الأكاديمية ونخليو الأكاديميين يخدموا وما نحيوها من السياسة؟ نمنعوا نوردي حتى لأنه يتكلم عن اللغة الأمازيغية. يتكلم على روحه ماهوش في المستوى، ماهوش في المستوى، راهو في عالم الخيال. أنا اللي ماكاش الأمازيغية أنا نقول له هل اللي تجمع اللغة العربية في المستوى؟ شكون؟ اللي تجمع اللغة العربية. ما فهمتنيش، ماكاش اللي يقدر يتهجم. اللغة ما دارت لنا والو باش نكرهها. اللغة سي تان بوتان دو كير. هل يتهجم عن الهوية العربية كذلك في المستوى؟ أه؟ هل الذي يتهجم عن الهوية العربية؟ لا. عربة الجزائر؟ أسمع، لما يتمسكش بالتوابث الثلاثة اللي مكرسة دستورية العربية الأمازيغية والإسلام ما نحترموش أنا. شكرا. ما هو الحل سي نوردين ختال للقضاء على هذا الجدل الذي يعود دائما الى الساحه الوطنيه؟ لا، يدير اعتذار باسكو يسب عائله معطوب، سبهم كاع. لا عاود رجع الفيديو. تفضل. قال لك سبيت معطوب. لا دقيقه، انا عندي دقيقه، عندي 30 ثانيه ليك سي نوردين. سي نوردين، ما هو الحل؟ ما تكلمش انتوما. سي نوردين، نكريتيكيو الجميع. سي نوردين، ما هو الحل؟ انت ما مدير ديبافي راجل بسيكاتري. للاسف مضطر اني نختم العدد هذا. سيناسح حتى بدون جواب. وقت البرنامج انتهى مشاهدينا الافاضل. بهذا نصل الى نهايه هذا العدد من برنامج البلاد اليوم. نلتقي بكم في اعداد قادمه. دمتم في رعايه الله.